السلام عليكم رمضان مبارك سعيد وكيف ديما ضحكه وتبسيمه مع شوف تيفي راجل مجول ثلاثه عيالات جاء عند صاحبو قال لي ثلاثه عيالات محنوني ماكله صابون سباطة تقهرت من الخاطر وعاد حسيت بهم هاد الايامات مع الحجر الصحي قال لي اش غندير قال لي حاجه وحده اللي غدير طلق وحده وخلي جوج بعدا جوج تغلب عليهم قال لي ولكن ثلاثه ضريفات ثلاثة مأدبات والله ما غندير في الطلاق ديالهم قال لي غدخل دابا للدار اللي مصاوبه الغدا مزيان خليها اللي ما الغدا مزيان ادفع ادخل للدار سول الاولى قال لي انت موجده في الغدا قالت لي موجد داك الحوت كواري ونتسنا فيك الزين ديالي قال لي بقاي مشى على الثانيه قال لي انت موجده قالت لي ماشي نعمل لك المراه بالزبيب وكنتسنا فيك الحبيب شاف فيها تا هي قال لي بقاي مشى على الثالثه قال لي انت موجده قالت لي هاي. مش ذاك البيصارة بالفول يا ونتسنى فيك الغول قال لها تبعيني دابا عند العدول ميعادنا غدا في الكويت جديدة <applause>